يتحدث الأمريكيون يقولون بأن هناك نظام عسكري فيه جنرالات غير ناضجين. ماذا هذه العبارة؟ بمعنى يقودون البلاد نحو الكارثة، وداخلها توجد المخيمات. أعتقد بأنه لما تكون هنا كاين قرارات مجلس الأمن، هناك فقط يحتاج هذه المسألة تحتاج إلى مرافعات من طرف المنظمات الحقوقية وهي تتحدث تخرج، ولكن الآن مسؤولية ديال النظام العسكري لأنه يغلق كل الأبواب. دابا هاد الأشخاص هنا راه الكثير منهم لما يخرج، مثلا أعطيك مثال، بعض الأشخاص أنا شخصيا وجدتهم في موريتانيا يتحدث بلغة أخرى، يقول نريد الفرار نريد الفرار، ولكن شنو كيدير النظام العسكري؟ لدي شخص لديه عائلة، يخرج هو ويخلي العائلة ديالو في المخيم. أنا لا يخرجوش كاملين، بمعنى كراهينة، راه هو هاد الناس هادو رهائن بهاد المفهوم هذا، ولكن المجتمع الدولي هو ينتبه، لأنه لا ننسى بأن هنا الفكرة أن الجزائر كلها مغلقة، لا أحد كان يعرف مثلا ما يقع داخل الجزائر، الآن بدأت تفتح وسيصل الأمر إلى المخيمات. لهذا أقول بأنهم هاد العملية ديال التصفية ديال الإبادة، النظام العسكري لا يريد أن يترك أثرا وراءه. لما كنقولوا يحولهم الى فاغنر بهذه الطريقه، لا يريد ان يترك اثر، لا يريد ان يترك واحد المجموعه صغيره من الصحراويين الذين تم اختطافهم منذ سنوات في البدايه، لا يريد ان يتركهم. لماذا؟ لانهم غيبقوا كشهاده اثبات على جريمه دوليه. ما تنساوش بان الوضع الدولي يتغير والمجتمع الدولي ينتبه، بمعنى بدا ينتبه لما يجري في الجزائر وما يجري داخل المخيمات. والا كيفاش نفسروا مثلا لما استيقظ النظام العسكري وزير خارجيته يقول باننا رسمنا حدود؟ قال هذه العباره، اين هي اين على اي حدود يتحدث؟ حدود وهميه، بمعنى الا اذا فهمنا هذا المفهوم انه عطاو تندوف كلها السكان ديالو، تندوف كنعرفوا التاريخيه، الا لعطوها الميليشيات، ميليشيات البوليزاريو التي تشرف عليها، وهذا خطير يجب ان ينتبه اليه الجزائريين، هذه لا يجب ان تنسى. يتحدث عن حدود، يقول بانه اعطينا حدود مع البوليزاريو. معنى هذا انه اعطيت تندوف، هذه الولايه ديال تندوف اعطاوها البوليزاريو، وهذا خطير، بمعنى يجب ان يفهمه الجزائريين. هناك نظام يتخبط، ولكن اعتقد بانه الان الكثير من الجرائم هي موثقه، بمعنى موثقه، منها مثلا اشخاص اللي اختفوا، كاين شخص الذي اختفى، راه كنا كنتحدثوا عليه منذ سنتين، واختفى لما كان ابراهيم غالي لما كان في الجزائر، اخر شخص راه، انا كنتحدث على الخليل، اخر شخص التقى به هو ابراهيم غالي، التقى به وبعد ذلك اختفى فوق الاراضي الجزائريه، وهنا كان يقول بانه تم تصفيته. هذه الملفات كلها تعود الان الى الواجهه، ولكن نتحدث بوضوح، النظام العسكري في ورطه. كنا نقول بان البوليزاريو سينفجر داخل الجزائر، الآن بدأت العملية ديال الانفجار داخل الجزائر. ما تم بناؤه بالنسبة إليهم استعملوه ضد المغرب كورقة منذ 46 سنة، الآن هو ينفجر، هذا كله ينفجر داخله. هذا الانفجار الذي يذهب إليه الوضع في مخيمات تندوف، ألم يشكل الآن في هذه الظرفية الراهنة البوليزاريو عبئاً ثقيلاً على الدولة الجزائرية؟ إفلاس دولة بسبب البوليزاريو. باش نكونوا واضحين، نعطيو الرقم، 500 مليون دولار التي صرفت من طرف النظام العسكري على ملي كنقولوا البوليزاريو، راه ماشي تصرفات على المخيمات، تصرفات في مؤتمرات دولية وإدخاله إلى الاتحاد، إلى المنظمات الوحدة الإفريقية وغيرها. فقط منذ صعود العمامرة، رقم يقول منذ صعود العمامرة، راه العمامرة تقريبا واحد السنة، 253 مليون دولار التي صرفت ولا شيء. بمعنى أنه لما كان العمامرة يتحدث في البيان الذي يقول بأنه يقطع العلاقات مع المغرب، ماذا ضمنيا سيكولوجيا؟ ماذا؟ الدولة أفلست بسبب ماذا؟ بسبب تبنيها وصناعتها للبوليزاريو. إذا الآن الجزائر أمام الإفلاس، وما الذي حجة أخرى يقولها؟ بمعنى هل هناك دولة عاقلة في العالم لها ملف واحد منذ 75، وقبل منها كيفكروا، منذ 75 ملف واحد، ما هو الملف اللي موجود؟ على ماذا يشتغلون؟ الدولة مفلسة، طوابير ديال الغداء،
الان يتحدثون حتى عن الغاز. الغاز مثلا باش نشرح الفكره، الغاز الذي قالوا انهم قطعوا الانبوب الذي يمر فوق الاراضي المغربيه، راه معناه انهم بقى احتياط، لم يعد هناك احتياط، ليس لهم ما يقدمون حتى الجزائريين. اذا افلاس بسبب البوليزاريو.